الجمعيات التعاونية الزراعية أنها ستكون عنصر داعم للاقتصاد الزراعي. اجتهدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تسهيل التأسيس. نحتاج في هالفترة التثقيف والتسويق والإعلام. فإن الإدارة العامة للجمعيات والتسويق تعمل على تعزيز دور الجمعيات في تطوير قطاع الزراعة وزيادة الإنتاجية والمبيعات. شروطنا واضحة وسهلة، ونتمنى ولنا الفخر ان احنا نخدم الجمعيه في التعاون. الاقرار سيكون حد اقصى 30 يوما فقط. دعم مادي واعانات تقدم الوزاره متمثله ب 12 اعانه من بدايه التاسيس وحتى انطلاق الجمعيه في مشاريعها. ان الوزاره في مستنداتها الرئيسيه وضعت الجمعيات الزراعيه ذراع اساسي في تحقيق مستهدفات الوزاره في الأمن الغذائي. والطموح اللي لدينا إن شاء الله في الفترة القريبة القادمة دعم صغار المزارعين. طبعاً الهدف من هالجمعيات المركزية هو تسهيل إجراءات، تسهيل عملية دورة التسويق الموجودة بين أصحاب هالجمعيات وبين السوق العام والماركت بشكل خاص. التعاون ما بين المزارعين والوزارة من خلال الجمعية التعاونية الزراعية هي الأساس. أيضا يشرفنا أن الدرع العربي أعيد الإقراض. الحمد لله خلال متابعة 26 سوق خلال أزمة كورونا، الأمن الغذائي لم يطرأ عليه إلا أشياء بسيطة وتم حلها في وقتها. تجميع صغار المزارعين في كيان مستقل يخدمهم جميعا، وزيادة أعداد الجمعيات ولا ننسى العمل المشترك ما بين الوزارة ومجلس الجمعيات. كلما كان تحت مظلة الجمعية عدد يخدم شريحة كبيرة من المزارعين يعطينا ارتياح كبير في الموافق على القانون.